ولد جون واين جاسي في 7 مارس 1942. كان قاتلا أمريكيا متسلسلا ومغتصبا، قام بالاعتداء وتعذيب وقتل ما لا يقل عن 33 من الفتيان والشبان بين عامي 1972 و1978 في مقاطعة كوك في إلناي. قام جون جاسي بترويع ولاية إلناي في سبعينيات القرن الماضي، والمعروف عن ميله لارتداء زي المهرج والمشاركة الفاعلة في مناسبات مجتمعه. هناك الكثير من الحقائق الغريبة حول جون واين جاسي التي تم نشرها في الأخبار بعد أن تم القبض عليه. تم إعدامه في 10 مايو 1994 بعد تلقيه عقوبة الإعدام بسبب جرائمه في عام 1980. لم تكن جرائمه بشعة ومروعة فحسب، بل كانت حياته نفسها غريبة. ومن بين القصص الحقيقية عن جون واين جاسي حقيقة أنه تم الاحتفاظ بدماغه لأغراض البحث الطبي. في 23 يوليو 2018 أصدرت إدارة مقاطعة كوك والمركز الوطني للأطفال المفقودين عمليات إعادة بناء لوجه 2 من ضحايا جاسي، حيث كان قد عثر المحققون على بقايا جثث تحت منزله. وقال كولين ماكنالي من المركز الوطني للأطفال المفقودين: لقد تم تقديم بقايا هيكلية لنا في صورة فوتوغرافية، ونحن قادرون على استخدام الفوتوشوب وإنشاء ما نسميه بالصور المركبة، وذلك عن طريق تركيب ميزات وملامح الوجه بناء على ما تخبرنا به الجمجمة. كان الضحية مجهول الرقم 10 من الذكور البيض، وكان يعتقد أن عمره كان ما بين 17 و21 عاما. قرر المحققون أنه قد أصيب في الترقوة اليسرى قبل وفاته. عينه ولون شعره لا يزالان لغزا. كان الضحية المجهول رقم 13 من الذكور البيض، وكان يعتقد أنه كان ما بين 18 و28 عاما. ويعتقد المحققون أنه كان لديه شعر بني داك متموج. كانت جريمة القتل الأولى لجون واين جاسي في عام 1975. في حين أنه من غير الواضح معرفة هل حاول قتل أي شخص قبل هذا الوقت، إلا أنه قام بالاعتداء أو حاول على العديد من الصبيان الصغار الذين عرفهم من خلال المجتمع أو العمل. تعتقد الشرطة أنه قتل 33 شخصا، حيث كانت ضحيته الأولى جون بوتكوفيتش البالغ من العمر 17 عاما، كان موظفا لديه. قام جاسي بخنقه حتى الموت ثم دفنه تحت منزله. في عام 1976 بدأت سلسلة جرائمه تتضاعف. طلقته زوجته وتركته وشأنه في منزله، مما أتاح له الكثير من الوقت لاستضافة الشباب، وكان الكثير منهم موظفين في شركته، بينما اختطف آخرون من الشارع ومن محطات الحافلات. آخر ضحاياه كان روبرت بيست البالغ من العمر 15 عاما، قام بإغرائه إلى منزله باحتمال العثور على وظيفة. قام بقتل ضحاياه الصغار عن طريق خنقهم حتى الموت ثم دفن جثثهم تحت منزله وحول مرآة المنزل. قام جاسي بارتكاب معظم جرائم القتل بين عامي 1976 و1978 والتي أشار إليها فيما بعد باسم سنوات التجوال، بعد شهر واحد من الانتهاء من طلاقه، حيث أصبح منزله لنفسه فقط. قام جاسي باختطاف وقتل شابا يبلغ من العمر 18 عاما يدعى داليل سانسون، حيث كانت قد شهد لآخر مرة على قيد الحياة في شيكاغو في 6 أبريل عام 1976. وبعد 5 أسابيع في ظهر يوم 14 مايو اختفى شاب يبلغ من العمر 15 عاما يدعى راندال ريفيت أثناء سفره من مدرسته الثانوية إلى منزل والديه. كان الشاب مكمما بقطعة قماش مما تسبب في موته مختنقا. بعد عدة ساعات من اختطاف ريفيت اختفى شاب يبلغ من العمر 14 عاما اسمه سامويل ستابلتون، بينما كان يمشي إلى منزله من شقة شقيقته. تم دفن جثث كل منهم في نفس القبر في ساحة منزله. كان جيرانه يشتبهون في حدوث شيء غريب،
حيث يرونه يزيل أكياس الكمامة والأوساخ ويحفر في فناء منزله، ولكن لم يكن يتصور أحد منهم أن رجلا كهذا يمكن أن يقتل أو يدفن جثث ضحاياه في ساحة منزله. قام جاسي بتوظيف شابين وهما مايكل روسي وديفيد كرام الذين تلقوا تعليمات بنشر الجير أسفل المنزل للتخفيف من حدة الرطوبة. قال ديفيد كرام أنه كان قد رأى ثقوبا في الأرض كانت بحجم المخابر. أثناء إقامة جاسي في نوروود بارك في إلنوي في السبعينيات، هناك انخرط مع مجموعة محلية تسمى جولي جوكرز، حيث كان الرجال يرتدون ملابس مثل المهرجين ويذهبون للترفيه عن الأطفال في المستشفيات، وذهبوا أيضا إلى حفلات الأطفال ليضحكوا الأطفال ليس لتخويفهم. وبعد إلقاء القبض عليه تمت تسميته بالمهرج القاتل. زعم أن جاسي كان قد أخبر الأطباء النفسيين بعد اعتقاله أنه يعتقد أن بوغو شخصية جيدة وشريرة، حيث كان هناك جانب من بوغو سماها مهرج الرحمة وجانب آخر يسمى مهرج الكراهية، حيث بإمكانه أن يتحول إلى النسخة الجيدة من المهرج أو السيئة. كان والد جاسي رجلا مسيئا للغاية، اعتاد على ضرب ابنه بلا رحمة وهو في حالة سكر. في المدرسة كان الأطفال يسخرون منه مما زاد من معاناته. كان جاسي يعاني من مشكلة خلقية في قلبه، لذا لم يتم السماح له بلعب الرياضة أو ممارسة أي نشاط بدني عندما كان طفلا، مما جعله معزولا للغاية عن أصدقائه. في عام 1962 نجا جاسي من براثن والده المسيء جسديا وعقليا وانتقل إلى لاس فيغاس. أثناء وجوده هناك كان قد أمضى 3 أشهر في العمل كبواب، حيث وجد أنه يستمتع بالوقوف حول جثث الموتى. وبحسب ما ورد فإنه أثناء إقامته كان ينام على سرير بالقرب من المشرحة، حتى أنه غمر بالاستلقاء في نعش شاب متوفي. بعد بضعة أشهر أدرك جاسي أن حبه للوظيفة أنتجت له مشاعر غريبة، لذلك فقد اتصل بأمه وطلب منها مساعدته في العودة إلى المنزل. على الرغم من طفولته الرهيبة إلا أن جاسي قد كان شخصا ناجحا بالفعل، فقد كان يدير سلسلة من مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن في واترلو في أيوا. وخلال فترة وجوده في نوروود بارك بدأ جاسي عمله الخاص، أطلق عليه اسم BDM. امتد تفكير جاسي إلى حزبه الديمقراطية المحلي في إلنوي أيضا، حيث أصبح كابتن مساعدا للمخفر في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وهو منصب يتم انتخابه حيث قام زملاؤه من المواطنين الديمقراطيين بالتصويت له. عمل جاسي أيضا في لجنة إنارة شارع نوروود بارك تاونشيب، وكان جيرانه يحترمونه كثيرا. في مايو 1978 كان قد شغل منصب قائد لعرض يوم الدستور البولندي في شيكاغو، وقد تضمن جزءا من وظيفته بدعوة المشاهير للمشاركة في احتفالات العرض، لذلك فقد تواصل مع البيت الأبيض وقامت روزالين كارتر بالحضور إلى شيكاغو، وكانت تتمكن من اجتياز فحص الخدمة السرية المطلوبة للاقتراب منها بما يكفي لالتقاط صورة معها. في عام 1967 كان جاسي يعيش في ولاية أيوا، وكان قد بدأ يستسلم لرغباته. جذب العديد من الصبية المراهقين إلى منزله، وأحد هؤلاء الأولاد كان دونالد فورهيس ابن أحد زملائه في نادي جاسي، حيث أخبر فورهيس والده بما حدث وتم إلقاء القبض على جاسي. ولكن جاسي حافظ على براءته قائلا إن فورهيس كان منافسا أراد أن يفسد تطلعاته السياسية. في الواقع كان لدى جاسي العديد من المؤيدين بعد اعتقاله الأول، لأن الكثيرين منهم اعتقدوا أن المواطن المستقيم مثله بريء. فيما بعد تمت إدانته وأمضى 18 شهرا في السجن خلال جزء من فحوصاته ما قبل المحاكمة. تم تشخيصه باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع من قبل طبيبين نفسيين مختلفين، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم وضعه في أي برنامج علاجي. بعد إدانته ب33 جريمة قتل حكم على جاسي بالإعدام في 13 من مارس 1980 مقابل 12 جريمة قتل
وكانت قد أمضى 14 سنة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. على الرغم من حالات الاستئناف المتعددة، تم إعدام جاسي في 10 مايو 1994، قتل عن طريق حقنة قاتلة في سجن ستاتفيل في جولييت في إيل. وفقا لمحاميه، كان جاسي عذب الحديث ومرخا قبل وفاته، حتى أنه أشبعهم بالنكات. تضمنت آخر وجبة طعام لجاسي 12 جمبريا مقليا وعلبة من وصفة دجاج كنتاكي الأصلية والبطاطا ورطلا من الفراولة. وقال محامي كريم كونتي في وقت لاحق أنه طلب الفراولة كمزحة لأنه لم يكن موسمها. أثناء وجوده في السجن بانتظار إعدامه، بدأ جاسي في الرسم كهواية جديدة، ومع ذلك لم يرسم مناظر طبيعية جميلة أو صورا لحياة لطيفة، بل رسم مهرجين مرعبين. صور المهرجين المرعبة تم عرضها في معرض شيكاغو للفنون وبيعت بأكثر من $4,500. قام برسم أيضا أعمال مستوحى من قتل متسلسلين آخرين مثل جمجمة أطلق عليها اسم داهمر سكال. أنجب جاسي طفلين من زوجته الأولى مارلين مايرز، وهما ابن اسمه مايكل وابنة اسمها كريستين. بعد إلقاء القبض على جاسي بتهمة اللواط في عام 1968، تقدمت زوجته بطلب الطلاق وحصلت على الحضانة الكاملة لأطفالها. تزوج مرة أخرى في عام 1972 لامرأة تدعى كارل هوف، وكان لديها ابنتان، ولكن فشل في هذا الزواج في عام 1976. لم يذهب جاسي إلى المدرسة الثانوية مطلقاً، ولكنه تمكن بطريقة ما من الالتحاق بكلية نورث ويستر بيزنس كوليج والتخرج منها. حصل على شهادته في عام 1963 وبدأ حياته المهنية كمتدرب إداري لشركة نانباش شو كامباني. وفي وقت لاحق قام بإدارة العديد من كنتاكي فرايد تشيكن وبدأ في أعمال المقاولة العامة. يمكن القول أن لديه المهارات اللازمة للعمل مع الناس، حتى أولئك الذين استدرجهم وقتلهم. تم إصدار فيلم تلفزيوني في عام 1992 بعنوان كاتش أكيلر 2، يوضح الجهود المبذولة لمعرفة ماذا حدث للأولاد المراهقين المفقودين الذين اكتشفوا فيما بعد أنهم من بين ضحايا جاسي. تم ترشيح الفيلم الذي قام ببطولته بريان ديميه ومايكل رايلي وماركوت كيدر لجائزة إيمي عن أداء دينه. وفقا لدينيه، كتب جاسي رسالة إليه من السجن احتجاجا على تصويره لشخصيته في الفيلم وادعى براءته.